نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي باكوف يعرب عن خيبة أمل بلاده من تقرير مفتشي الأمم المتحدة حول الهجوم الكيميائي في سوريا، واصفا إياه بالمنحاز والأحادي الجانب. ريباكوف الذي وصل إلى دمشق لعرض نتائج اتفاق جنيف بين الروس والأمريكيين حول ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية، قال عقب محادثات أجراها مع الرئيس بشار الأسد ومسؤولين سوريين أن سوريا سلمت روسيا مواد جديدة تشير إلى ضلوع مسلحي المعارضة في الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية في ريف دمشق 21 من أغسطس آب الماضي. بدوره أعرب الرئيس الأسد عن تقديره لمواقف روسيا الداعمة لبلاده في مواجهة ما أسماها بالهجمة الشرسة التي تتعرض لها، معتبرا أن تلك المواقف تبعث على الأمل في إيجاد توازن عالمي جديد. من ناحية أخرى، بدأت في مدينة حلب وتحت إشراف متطوعين دورة تدريبية مكثفة تهدف إلى تهيئة المدنيين وتجهيزهم للقيام بإجراء الإسعافات اللازمة في حال تعرضهم للإصابة بالأسلحة الكيميائية.